بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها المواطنون، أيها الصحفيين، مرحبا بكم في نقطتكم الصحفية اليومية حول جائحة كورونا. وأود باسمي وزير الصحة وباسمي الطاقم الصحي جميعا أن أقدم التعزية لذوي فقيدين اليوم. لدينا اليوم فقيدين جراء جائحة كورونا، أحدهما من ترارزة والآخر من نواكشوط. توفيا خارج المؤسسات الصحية قبل أن يصل إلى مؤسسات العلاج. نترحم على أرواحهم، نرجو من الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة. الحالة الوبائية اليوم تتميز بإجراء عدد من الفحوصات بلغ 223، من بينها 22 فحص للمتابعة، يعني فحوصات تجرى لدى المحجوزين حتى نتأكد من سلامتهم بعد فترة الحجر. وهذه الفحوصات تتم على مراحل، يعني تجرى الفحوصات على التوالي حتى يتوالى فحصان سلبيان هما اللي يؤكدان أن الشخص سليم، بات سليما من المرض. وهذه سلسلة من الفحوصات لدى هؤلاء الأشخاص. 201 فحص للتشخيص، وهكذا يصل عدد الفحوص التي أجريت حتى الساعة إلى 8920 فحص. أما الفحوص بالنسبة لآخر 24 ساعة فتتوزع على النحو التالي: 156 في نواكشوط، 4 في أدرار، 3 في إنشيري، 2 في تقانت، و34 في ترارزة. أما بالنسبة للحالات الموجبة، الحالات الجديدة، فبلغ عددها اليوم 47، من بينها 43 حالات مخالطة وأربع حالات مجتمعية، إصابات مجتمعية. ولدينا اليوم حالة شفاء واحدة، وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي: حالتين من بن الشاب، حالتين من دار النعيم، 6 من تيارت، 7 من توجونين، 3 من الاقصر، 12 من تفرق زينة، 2 من عرفات، 9 من الميناء، 3 من الرياض، 1 من بوتيليميت. وهكذا يكون عدد المصابين منذ بداية الجائحة حتى اليوم هو 530 حالة، من بينها 27 حالة شفاء، 23 حالة وفاة، و480 شخص لا يزالون تحت الرعاية، من بينهم اليوم حالتان لديهم أعراض معقدة نوعا ما، 51 حالة لديها أعراض متوسطة، و427 حالة بدون أعراض. شير سيتويان، شير جورناليست، bienvenue dans votre point de presse quotidien sur la pandémie du Covid. Nous déplorons tout au début le décès de deux citoyens, un de Trarza, l'autre de Nouakchott ici, qui sont décédés au niveau communautaire, en dehors des services de santé. رحمة الله علينا وعليهم، أرجو لهم الرحمة والغفران، ولذويهم الصبر والسلوان، وإنا إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون. La situation épidémiologique se caractérise aujourd'hui par la réalisation de 223 tests, dont 22 étaient des tests de suivi qui se font chez les personnes
hospitalisés, internés pour l'infection COVID. Et donc, c'est la série de tests qui se fait pour s'assurer que les personnes sont guéries. Et donc, c'est des tests qui se font régulièrement, toutes les 24 heures, jusqu'à avoir deux tests négatifs successifs pour déclarer la personne guérie. Et donc, ça en est une série de 22 tests et on espère que demain, on aura les résultats de ces 22 cas et qui prouvent leur guérison. Pour ce qui est des tests de diagnostic, ils étaient au nombre de 201, répartis comme suit: 156 à Nouakchott, 4 à Nadrar, 3 à Nichiri, 2 au Tagan et 34 au Trarza. Les cas positifs sont 47 ce jour, dont 43 cas contacts et 4 cas communautaires. Et on a une guérison aujourd'hui, on a enregistré un cas guéri après avoir reçu son deuxième résultat négatif. Les cas positifs d'aujourd'hui se répartissent ainsi qu'il suit: 2 à Nichiri, 2 à Nouakchott d'Abnaïm, 6 à Téhéret, 7 à Toujouni, 3 à Oxar, 12 à Tevrakzen, 2 à Arafat, 9 à El Mina, 3 à Riyad et 1 cas à Boutilimit. Ainsi, le nombre de cas positifs a atteint 530 depuis le début de la crise. Parmi ce nombre, 27 sont guéris, 23 décès et 480 cas encore suivis, dont 2 cas présentant des signes graves, 51 cas présentant des signes simples et 427 sans asymptomatiques, c'est-à-dire sans signes d'infection. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. إذن مشاهدينا الكرام، تابعتم معنا وقائع المؤتمر الصحفي لمدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولي الزحاف، والذي تحدث فيه عن الوضعية الوبائية اليوم في بلادنا. إذن مدير الصحة العمومية قال إنه اليوم تم إجراء 223 فحص، و 22 منها للمتابعين، يعني الأشخاص المحجورين الآن، وطبعا و 201 فحص يعني جديدة. بهذا يصل إجمالي الفحوصات إلى حد الساعة إلى 8920 فحص. هذه الفحوصات اليوم توزعت على 156 بنواكشوط بولاية الثلاث، 4 في أدرار و3 في نشير، 34 في الترارزة. طبعا تم تسجيل 47 حالة موجبة اليوم خلال 24 ساعة، 43 حالات مخالطة و4 حالات مجتمعية. تم تسجيل اليوم حالة شفاء واحدة، وتم تسجيل حالتي وفاة. للأسف نترحم على أرواح هؤلاء ونسأل لهم الرحمة والغفران. حالة وفاة في الترارزة وواحدة في نواكشوط. بخصوص الحالات المسجلة اليوم وتوزيعها، حالتين في بن الشاب بولاية نشيري، حالتين بمقاطعة دار النعيم، 6 بمقاطعة تيارت، و7 بتجنين، و3 بالكسر، و12 بتفرق زينة، و2 في مقاطعة عرفات، و9 في الميناء.